السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يوم الجمعة وكل يوم الجمعة أنا أعمل فيديو لكي يمكنني الممارسة اللغة العربية، وإن شاء الله بهذه الطريقة سوف أحسن لغتي. طبعا أنا ما ولدت في الإسلام، كنت نصراني قبل الإسلام، ولكن الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. أنا أتذكر رجل قريب مني قال لي: انتبه انتبه من الوهابيين. وأنا لم أكن عارف أي شيء عن هذا الدين، فطبعا قبلت كلامه، لأنني كما قلت لم أكن عارف أي شيء. فقلت: من هم؟ من الوهابيين؟ وهو قال: إنهم ليسوا من المسلمين. المهم كما قلت أنا قبلت كلامه، وأنا أتذكر كنت أتكلم مع أخ أمام المسجد، وهو قال لي: يوجد درس هذا الليل، إذا كنت تريد من فضلك تعال، لأننا سوف ندرس مع طالب العلم بالهاتف، وسوف نقرأ كتاب عظيم اسمه كتاب التوحيد. التوحيد، نعم. وقلت له: طبعا سوف أذهب إن شاء الله. فأنت ذكر كنت أعمل كمدرب شخصي في النادي، في النادي رياضة، وبعد الجيم ذهبت إلى المكان، وسبحان الله رأيت السنة، يعني كل شخص هناك له لحية وما في إسبال، يعني بنطلون فوق الكهل وإلا غير ذلك، سبحان الله. وناس من كل مكان، يوجد شخص من الفلبين، وشخص من هنا، وشخص من سنغال، وإلى غير ذلك. لا أعرف كيف أقول، كان منظر جميل جدا يعني. المهم كنت أسمع للشيخ على الهاتف، وكلهم يقرأ هذا الكتاب، ورأيت قرأت اسم الكتاب، اسمه كتاب التوحيد، ولكن أنا لم أكون عارف ما هو المعنى، ما هو معنى التوحيد، ما هو معنى التوحيد. أنا لم أكون عارف، سبحان الله. كنت مسلما للسنتين، ولكن لم أكون عارف هذه الكلمة، لم يكون عندي المعرفة، سبحان الله. المهم قرأت اسم بعد كتاب التوحيد، وإنه قال: الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. سبحان الله، كنت أشعر بالخوف، لأن سبحان الله هؤلاء رجال من الوهابيين، سبحان الله. كنت أشعر بالخوف لأن صديقي قال لي كذا وكذا عن الوهابيين.
ولكن كنت أسمع وهو ما قال أي شيء إلا يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت كل واحد هنا في هذا الدرس يعني يبدو أنهم على السنة، ما رأيت أي شيء مثل هذا من قبل. أتيت إلى صديقي وقلت له ذهبت إلى هذا الدرس وكان رائعا جدا، وسألته ما هي عقيدة الوهابية. نعم، ما هي العقيدة الوهابيين؟ وهو قال لا أعرف كيف أشرح لك، وهو يتكلم اللغة الإنجليزية فقط، هو لم يستطيع أن يشرح لي لأنه لا يعرف، إنه لا يعرف عقيدة محمد بن عبد الوهاب، إنه لا يعرف، فقط قال لي هذا لأنه لم يكن عنده المعرفة. طيب، بعد ذلك سألته كيف عرفت إذا شخص من أهل السنة أو من الوهابية أو كما قال لا أعرف الوهابيين، كيف عرفت؟ وهو قال لي إذا هو من السعودية هو وهابي، وأيضا إذا هو من العرب هو وهابي. بعد ذلك أنا تعلمت كلامه ليس صحيح، وبعد ذلك بدأت أن أقرأ كتب للشيخ محمد ابن عبد الوهاب ومثله، وسبحان الله حياتي هي أحسنت الآن، الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. فقد كنت أقول هذا قصة وأمارس لغتي، وأنا أعرف أخطأت كثيرا، ولكن الحمد لله إن شاء الله إذا أنتم يفهمون هذا شيء مهم جدا. لأن أنا أتذكر قبل سنتين أنا عرفت هذا بيت وهذا مسجد وهذه السيارة فقط، وكنت أتكلم مع الناس بالتطبيق اسمه هيلو توك، وأنا لم أكن عارف كيف أتكلم معه، فقط كنت أريد أن أقول لهم هذا بيت وهذا. طيب، وإذا أخطأت من فضلكم أخبرني، لأن بهذه الطريقة سوف أحسن لغتي إن شاء الله. شكرا لكم، ومن فضلك هاتي لايك وأكتب كومنت تحت الفيديو واشترك، وعليكم السلام ورحمة الله، اشترك سبسكرايب اشترك هكذا. طيب، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا لست شيعيا أسب صحابة أو ناصبيا ضد آل محمد.